اهلا بيكم اعزائي طلاب التعليم الفني الصناعي، طلاب الصف الثاني، في حلقه جديده على قناتكم قناه مصر التعليم الفني. هنتكلم عن وحده تشغيل المحركات او وحده تشغيل المحرك، وهنتكلم عن اول مخرج عندي وهو مخرج يصلح منظومه وقود البنزين، وطبقا لكتيب الصيانه وقواعد الامن والسلامه والصحه المهنيه. وزي ما قلنا في حلقات سابقه اتكلمنا عن الاجزاء واتكلمنا عن طريقه عمل بعض الاجزاء اللي خدناها في الدوره بتاعتنا وازاي نعمل لها كمان صيانه، والمفروض ان انت حضرتك بتاخد شق معرفي وشق مهاري. الشق المعرفي بتاخده في الجانب النظري مع مهندسين اللي بيدوك الشق المعرفي، ولازم نكون عارفين يا شباب ان الاثنين بيكملوا بعض. يعني حضرتك مش معنى كان في التعليم الفني كنا مثلا نهتم في التعليم الفني اللي هو مش يعني اللي قبل الجدارات، كنا ممكن نهتم بشق ونسيب الشق التاني. لا، دلوقتي الاثنين بيكملوا بعض، الاثنين لازم نشتغل فيهم الاثنين مع بعض. حتى التقييم مهندسين العملي ومهندسين النظري، الاثنين المهاري والمعرفي الاثنين لازم يكونوا موجودين اثناء التقييم حتى في الجانب المعرفي. يعني لو حضرتك بتتقيم تقييم معرفي دليل تساؤل، يعني بتختبر هتكتب، فالمفروض ان المهندس بتاع العملي او بتاع المهاري موجود مع مهندس المعرفي، الاثنين بيقيموك في نفس الوقت. نفس الشيء لما تيجي تتقيم مهاري، مهندس المعرفي بيكون موجود مع المقيم المعرفي داخل الورشة. فمهم جدا نكون حريصين على ان احنا نربط الاثنين ببعض، لان اللي بيتقال في المعرفي هو نفس او مرتبط ارتباط وثيق باللي بيتقال فين في العملي او اللي انت هتطبقه في الشق المهاري. كن حريص ان في الشق المهاري انك تشتغل كل شيء مع المهندس بتاعك كويس جدا، تشتغله مرة واثنين وثلاثة بحيث ان انت تتقن المهارة دي بشكل جيد، تتقنها بمهاراتها بمعارفها بسلوكياتها. يعني كمان سلوك السلوك اللي هتتعامل بيه في المهمة دي مهم جدا كمان انك تكتسب. فاتكلمنا في الحلقات السابقة عن المكونات، وعرفنا ان اول جزء عندي في منظومة وقود البنزين التقليدي هو الخزان، وعرفنا ان الخزان بيصنع من ألواح من الحديد أو ألواح الصاج، وبعدين بتغطى بطبقة من القصدير أو الرصاص عشان تمنع الصدأ، وبنعمل فيه حواجز أو عوارض علشان تمنع حركة الوقود داخل الخزان علشان ما يعملش دوامات وفقاعات فيعمل زيادة في الضغط. طبعا زيادة الفقاعات دي بتعمل زيادة في الضغط داخل الخزان، فممكن الخزان يتعرض للانفجار. الحاجة التانية ان هو بيعمل ابخرة وقود، وابخرة الوقود دي من الابخرة السامة اللي هتطلع لطبقات الجو وتبدأ تعمل تلوث للبيئة. فعشان كده بنعمل عوارض داخل الخزان علشان يمنع حركة الوقود نتيجة لحركة السيارة. طبعا حركة السيارة عمال تجري وتفرمل وتجري، فده بيعمل حركة للوقود داخل الخزان، فبيعمل لنا مشاكل كتيرة، منهم ان بيحصل ان الرواسب او العوالق الموجودة بالوقود بتبدأ تتقلب وتختلط بالبنزين فتطلع مع البنزين فتكتم الفلتر، او ان هي تخرج لو الفلتر كمان قديم وما تغيرش او ما تعملوش صيانة دورية في المواعيد المحددة بتاعته، فيبدأ يدخل داخل الاجزاء بتاعتي او الكربراتير، فيبدأ يقفل المسارات الضعيفة او البسيطة جدا اللي داخل الكربراتير، فنلاقي ان عزم المحرك بتاعنا ضعف نتيجة للعوالق أو الرواسب الموجودة داخل البنزين بتاعي. طيب عرفنا بعد الخزان، لقينا بعد الخزان على طول هنلاقي الوصلات اللي هتوصل من الخزان للفلتر ومن الفلتر للمضخة ومن المضخة للكربراتير. دي الوصلات دي بتصنع من المطاط، ما عدا النهايات بتاعتها بتكون من معدن عشان سهولة التركيب والتثبيت، أو إن هي تكون مطاط وتركب على جزء ثابت او جزء معدني علشان نعمل عملية التثبيت وما يحصلش كمان تسريب، مطاط مع معدن. بعد الوصلات قلنا ان احنا عندنا فلتر، وشفنا الفلتر في حلقات سابقة ونعيد عليه برضو تاني كده بسرعة. وشوف جبنا فلتر معانا اهوت، وقلنا ان الفلتر بيكون جواه ده فلتر شفاف زي اللي في ايدي ده، فلتر شفاف بيكون جواه حشو عشان يمنع الوقود او الرواسب ان هي تدخل الوقود. ف
فده الحشو اللي بيكون موجود جوه الايه الفلتر. احنا قلناه في حلقه سابقه لكن هنعيد عليه كده بسرعه، وهنلاقي ان الوقود هيبدا يدخل من الفتحه اللي قدام مني او الماسوره اللي عندي دي، هيبدا يدخل الوقود من هنا، فهيلاقي ان القاعده او الفلتر من هنا مقفول زي ما احنا شايفين اهو، فيجي يدخل من هنا يلاقي دي مقفوله، فما يلاقيش قدامه غير ان هو يدخل منين؟ من خارج الحشو بتاع الفلتر اللي هو هنا، الفراغ اللي بين الفلتر الشفاف اللي بره والورق نفسه بتاع الفلتر، فيبدا يخرج او يدخل من هنا يملى الغرفه الخارجيه دي، وبعدين لما يملى الغرفه الخارجيه بتاعه الفلتر يقوم يترشح او يتنقى ويدخل من الحشو فيعبي الغرفه الداخليه بتاعه الفلتر اللي هنا. طيب لما يملى الغرفه دي يبدا يخرج من الفتحه اللي قدام مننا اللي هي زي ما احنا شايفين، هنلاقي ان الحشو بتاع الفلتر جهه مفتوحه فيها فتحه اللي هي متصله بالغرفه الداخليه للحشو، وجهه مقفوله ودي متصله بالغرفه الخارجيه بتاعه الحشو اللي هي بتكون موجوده هنا دي كده اهي، تمام. فدي الغرفه بتاعتي. ده طبعا احنا عملوا المسارين دول ليه؟ علشان الخارجي ده لما ينقي او يبدا يحجز الشوائب فيبدا الشوائب والرواسب تظهر معايا هنا، فيبدا يبان معايا الفلتر ده نظيف او مش نظيف نتيجه لان هو حجز العوالق او حجز الرواسب الموجوده، فيبان معايا الفلتر محتاج يتغير. طبعا انا لو بعمل صيانه دوريه مفيش مشكله هنشيله في ميعاده. طيب لو انا بشتغل في مكان فيه اتربه وبعبي من محطات مش نظيفه قوي، فده ممكن يتسخ بسرعه قبل الميعاد بتاعه، ففي الحاله دي انا لما هشوفه مش نظيف فهغيره، عشان ده بيأثر الفلتر ده هو بيأثر في قوه الفرمله بتاعتي، او بيأثر في على بيأثر على عزم المحرك بتاعي. طيب زي ما احنا شايفين كده قلنا ان ده الفلتر والحشو بتاعي زي ما احنا شايفين، فبدأ يظهر معايا ان هو مش نظيف، فبننظفه ونبدأ نغير الفلتر او نغير الحشو بتاعنا او نغير الفلتر كله في الميعاد حسب الشركة المصنعة ما بتقول او حسب كتيب الصيانة. عفوا. فاذا ده اتجاهه مهم قوي، رغم ان هي فكرة بسيطة قوي لكن مهم جدا. عزم المحرك بتاعي هيضعف نتيجة لان انا مركب الفلتر بشكل خطأ، يبقى لازم نركب فلتر البنزين بشكل صحيح حسب العلامات اللي مكتوب عليه، وكمان بيبقى فيه علامة لو احنا شايفينها في الصورة اللي معانا هنا اهيت، يا رب تكون واضحة معاكم. هنلاقي السهم بتاعي لفوق معمول سهم، معناها ان انا هدخل البنزين من هنا عشان يخرج البنزين من الماسورة التانية اللي قدام مننا دي، علشان يظهر معايا الفلتر بدل ما الرواسب تكون موجودة. لو انا ركبته العكس الرواسب هتكون موجودة جوه ويتكتم من جوه، لكنه هيبان من بره ان هو نظيف. في الحالة دي انا مش هاخد بالي ان العيب او المشكلة بتاعتي في الفلتر. تعالوا بينا نكمل. بعد كده لقينا بعد الفلتر لقينا بعد كده مضخة الوقود، وقلنا ان احنا عندنا نوعين من مضخة الوقود، مضخة ميكانيكية ومضخة كهربائية، دول اللي بنستخدمهم في دورة وقود البنزين. والمضخة الكهربائية في الغالب في أغلب السيارات بتكون موجودة داخل التانك نفسه، لكن وفي بعض الشركات بتحطها خارج التانك. إذن أنا عندي نوعين من المضخات، مضخة ميكانيكية ومضخة كهربائية. في السيارات القديمة كنا بنركب المضخة الميكانيكية، والمضخة الميكانيكية بتركب على جنب المكنة فوق على عمود الكامات عشان تاخد الحركة بتاعتها، اللي هي المضخة الميكانيكية اللي هي في ايدي دي بتاخد حركتها من عمود الكامات عشان يأثر معايا على الدراع اللي قدام مننا ده، وهنشوف ازاي المضخة بتشتغل دلوقتي. اذا المضخة الميكانيكية بتركب في جنب المحرك وبتركب بتركب عشان تاخد حركتها من عمود الكامات كما لا مركزية على عمود الكامات. ده بالنسبة للسيارات القديمة. بدأ الموضوع يتطور شوية فبدأوا يعملوا المضخة، لأن دي أعطالها برضو كانت بتكون كتيرة، وبعدين لما نيجي نشرحها هنتكلم في نقطة مهمة قوي، لأنها بتأثر معايا على الزيت وبتغير خواص الزيت لو حصل فيها خلل معين، هنتكلم عنه دلوقتي. طيب بدأ الموضوع يتطور شوية فبدأوا يعملوا المضخات أو طلمبات البنزين الكهربائية. وطلمبات البنزين الكهربائية قلنا ان الشركات، في شركات بتحطها داخل التانك نفسه بتبقى جوه البنزين مغموسة جوه البنزين، وتسحب البنزين من التانك وترفعه علشان يوصل للحساسات، ومن خلال الفلاتر يوصل
الرشاشات قصدي. وفي شركات تانية يعني، في شركات حطته جوه جوه التانكي، وفي شركات تانية حطت المضخة خارج التانكي. أيا منهم الاثنين في النهاية هي فكرة العمل واحدة، إن هي مضخة كهربائية. وبرضو هنبقى نجيب معانا إن شاء الله مضخة كهربائية وفيها قطاع عشان نبين الأجزاء الداخلية للمضخة فيها إيه وإزاي طريقتها بتشتغل. بعد كده الموضوع اتطور اكتر، فبدات المحركات. احنا عرفنا طبعا ان انا عندي محركات حقن مباشر وحقن غير مباشر. الاول كان كربراتير بنظام المغذي، المغذي اللي هو الكربراتير عشان يخلط الهواء مع البنزين، وبعدين لقوا ان نظام الكربراتير مش مجدي وما بيدينيش خلط جيد او ما بيدينيش وقود مناسب لكل ظروف التشغيل بالشكل المثالي، فبدأوا يعملوا أنظمة الحقن المختلفة اللي هي الغير مباشرة. فهنلاقي نظام الحقن الغير مباشر في أنظمة كتير مختلفة. بعد نظام الحقن الغير مباشر بدأت الشركات تدور على فكرة تانية أفضل عشان تقتصد في كمية استهلاك الوقود، فعملوا نظام الجي دي آي أو نظام الحقن المباشر، إن هو يحقن داخل الأسطوان. إزاي؟ هو البنزين بيتحقن داخل غرفة الاحتراق أو داخل الاسطوانة زيه زي الديزل؟ آه، في السيارات الحديثة بقى بيحقن البنزين داخل الاسطوانة مباشرة، ففي الحالة دي لأن الترومبة اللي معايا الكهربائية مش نافعة. احنا قلنا احنا الأول كنا بنستخدم ميكانيكية، الدنيا اتطورت فبدأنا نركب ترومبة كهربائية، فعملوا المحرك الجديد اللي هو بيشتغل بنظام الحقن المباشر، فلقوا ان نظام الحقن المباشر مش نافع مع الترومبة الكهربائية، فبدأوا يركبوا في المحرك ده بس، او المحرك ده بالذات بيركبوا اتنين ترومبة، ترومبة ميكانيكية اللي هي اللي معانا زي اللي معانا دي، لكن بتديني ضغط عالي جدا زي اللي موجودة في محركات الديزل. دي اسمها الهاي بريجر بام او مضخة الحقن المرتفع اللي هي الضغط فيها بيكون عالي جدا، بتحقن او بتضغط وقود بضغط عالي جدا زي ترومبه زي في محركات الديزل. اذا الترومبه الكهربائيه بقت مهمتها ان هي تسحب وقود من الخزان وترفعه للترومبه الايه الميكانيكيه. ده في نظام الجي دي اي او الجازولين دايركت انجكشن او نظام الحقن المباشر. اذا عشان ناخد التطور ونعرف التطور اللي حصل واحنا ليه عملنا كده، خدنا ترومبة ميكانيكية الأول في السيارات القديمة، وبعدين الموضوع اتطور فاشتغلوا بالكهربائية، وبعدين الموضوع اتطور فخدوا الترومبتين في المحرك الجديد اللي هو نظام الحقن غير مباشر. ترومبة البنزين بنعمل لها عدة اختبارات، تعالوا نعرفها. هنلاقي ان انا عندي زي ما احنا شايفين كده ان ترومبة البنزين اول اختبار عندي بيقول لي مقدار التصريف للمضخ، بنقيس تصريف المضخ. إذا القياس بتاعي هيتم قبل ولا بعد المضخة؟ يعني أنا لو هركب الجهاز بتاع التصريف اللي هيقيس التصريف، هنركبه قبل المضخة ولا بعد المضخة؟ هنركبه بعد المضخة عشان نشوف كمية الوقود اللي هي طلعته أو طردته قد إيه. يبقى ده بقى هنركب الجهاز بعد المضخة، تمام؟ الحاجة التانية أنا عندي عايز أقيس الضغط بتاع الترومبة للتصريف، ضغط تصريف المضخة برضو أو قيمة الضغط. وبرضو أنا كده في الحالة دي هركب جهاز القياس بعد المضخة، يبقى أنا الاختبار الأولاني هحط الجهاز بعد المضخة، الاختبار التاني هحط الجهاز برضو بعد المضخة عشان نقيس الطرد أو الضغط اللي طالع من الترومبة. رقم ثلاثة، قياس مقدار التخلخل أثناء سحب البنزين. أنا في الحالة دي هقيس مقدار السحب، يبقى أنا هحط الجهاز قبل المضخة، المضخة هتسحب من الجهاز نفسه عشان نقيس كمية الخلخلة أو مقدار السحب الشفط بتاعها قد إيه. بعد كده هنبدأ نختبر الحبك بتاع الصمامات. أنا عندي جوه كل مضخة صمامين، صمام طرد وصمام سحب. يبقى دي الأربع اختبارات اللي احنا هنجريهم على المضخة بتاعتنا، وده هنعمله في العملي. لكن دلوقتي هنبدأ نشوف المضخة بتاعت الميكانيكية، وهنشوف شكلها دلوقتي حالا والصورة بتاعتها اهيت زي ما احنا شايفين في الصورة اللي قدام مننا. هنلاقي ان انا عندي غرفة المضخة ودي غرفة سحب، هيكون فيها موجود بنزين، يبقى دي غرفة سحب هنلاقيها منفصلة او معزولة من الحاجز او الجدار اللي قدام مننا ده،
وهنلاقي ان انا عندي هنا صمام اهو، ده قاعدة الصمام اللي هتقفل او بتحكم على الفتحة بتاعتي. الفتحة اهي لو احنا شايفين مع الماوس، الماوس بيتحرك، دي فتحة الدخول، وهنلاقي الصمام تحت منه السوستة او الياي، تمام. وبعدين نروح للغرفة التانية، دي غرفة تانية بتاعت الطرد اهي، هنلاقي الصمام مقلوب، يعني ده جلدة الحبك بتاعته لأعلى، هنا هيبقى العكس، الصمام هنا مقلوب، السوستة هي اللي فوق او السبيرنج او الياي هو اللي فوق، وقاعدة الصمام لأسفل، ودي فتحة الطرد عشان تطلع البنزين، يقوم يدخل الغرفة يخرج زي ما احنا شايفين، يملى الغرفة دي وبعدين يبدأ يطرد. هنلاقي ان الصمام هنا انا لو زقته لأعلى كده او دفعته او في اي قوة أثرت عليه لأعلى، هيتحرك معايا الأعلى ضد مين؟ ضد الياي. طب تعالوا نضغط عليه لأسفل، يعني هنخلي البنزين اللي فوق ده يضغط عليه لأسفل، لما نيجي نضغط عليه لأسفل إيه اللي هيحصل؟ هيقفل زيادة على القاعدة بتاعته، هيحكم زيادة، هيقفل زيادة، ده معناه إن البنزين اللي هيخرج مش هيرجع تاني. طب تعالوا نشوف العكس، لو إحنا طبعا إحنا قلنا إن البنزين هيجي من هنا كده، لما يحصل خلخلة ده هينزل لفين؟ لو أنا ضغطت عليه من فوق هينزل لأسفل، ضد مين؟ ضد الياي، الياي اللي تحت منه، إذن البنزين نزل تحت. طب تعالوا نضغط البنزين لفوق، لما نضغط البنزين لفوق هنرفع الصمام ده لفين؟ لفوق، يقوم يقفل او يحبك على القاعدة بتاعته اللي فوق، اذا مش هيسمح بمرور البنزين او رجوع البنزين مرة تانية لفوق. طيب نعرف بقى مكونات او اجزاء الترومبة زي ما احنا شايفين. طب وهل الترومبة دي فيها حاجة بتتغير؟ في بعض الترومبات ممكن نغير جلدة الرداخ والصمامات، في بعض الترومبات بيتم تغيير جلدة الرداخ، ممكن نغير سوستة، ممكن نغير الصمامات، وفي ترومبات من النوع ده من ما بتتغيرش خالص، بتكون مقفولة مجرد ان يحصل فيها عطل تتغير الترومبة كلها. دي الكامة اللي مركزية اللي موجودة على عمود الكامات اللي هتأثر على الدراع بتاع الكامة بتاع الترومبة، الدراع اهو، وعندي محور ارتكاز او بنز بيتحرك عليه الدراع بتاع الترومبة، عشان لو الدراع ده انضغط جهة الشمال من هنا هيروح لفين؟ هيروح عكس الاتجاه، يعني انا لو ضغطت ده جهة الشمال ده هيروح لفين؟ هينزل الدراع من هنا هينزل لفين؟ لأسفل. ليه؟ لان ده محور الدوران او محور الارتكاز بتاعه، المسمار الابيض اللي احنا شايفينه ده او البنز اللي بيتحرك عليه الماوس ده، ده محور الارتكاز بتاعي، اذا من هنا هينزل لفين؟ هينزل لأسفل. لما ينزل لأسفل هيسحب معاه الايه؟ هيسحب معاه الساق الى اسفل. طب لما يسحب الساق دي لاسفل، هنا في ياي اهو كان عمال يمنع الساق دي ان هي تنزل لاسفل، بس قوة رفع الكامة اعلى من قوة الياي، فهتسحب الساق ده لفين؟ لاسفل. الساق راكب معاها الجلدة بتاعت الرداخ، الرداخ واصل من هنا لهنا، تمام، وهنا قرص معدني كمان راكب معاه، فبيسحب القرص المعدني مع الجلد، ما هو انا مش هينفع اركب الساق على الجلد على طول بتاعت الرداخ، لا ده احنا بنحط قرص معدني فوق وقرص معدني اسفل، علشان لو انا ركبته على جلدة الرداخ على طول هقطعها وانزل بيها على طول من اول عمل، فاحنا بنحط قرص معدني عشان لما نيجي نشد في القرص المعدني ويبقى جلدة الرداخ بتتحرك معايا بس نتيجة لوجودها بين القرصين المعدنيين، يعني الطبقة بتاعت الرداخ دي تلات أجزاء، معدن هنا تحت اهي باينة معايا من الجنب، معدن وبعدين جلدة الرداخ وبعدين معدن أو قرص معدني تاني، والساق هي اللي بتسحبهم لأسفل. فأنا لما هسحب جلدة الرداخ دي لأسفل كده هتعمل لي هنا فراغ في الغرفة دي، الغرفة كلها هتعمل فراغ، هتعمل خلخلة. يعني ايه خلخلة؟ يعني ان الضغط داخل الغرفة اقل من الضغط خارج الغرفة، الغرفة اللي فوق بتاعت الدخول، فتقوم تسحب الصمام ده لفين؟ لأسفل، ضد مين؟ ضد الياي. طب تعالوا هنا نشوفها، لما هو الخلخلة هنا او فرق الضغط او الضغط المنخفض هنا هيبقى هنا بس وهيسيب دي، لا ده هنا كمان، اذا هيشفط الصمام ده لفين؟ لأسفل. طب تعالوا نشفط الصمام ده لأسفل، لما نسحب الصمام اللي جهة اليمين اللي هو بتاع الخروج، لما نسحبه لأسفل ايه اللي هيحصل؟ هيقفل زيادة، هيزيد الإحكام بتاعه على القاعدة بتاعته أزيد، تمام؟ فيقوم يقفل على قاعدته أسفل زيادة كمان،
اذا مفيش بنزين هيدخل من هنا ينزل لفين؟ لتحت. لكن هنا انا سحبت الصمام ده ضد الياي بتاعه فنزل معايا الاسفل، يقوم داخل البنزين مال الغرفة دي كلها. طيب بعد ما نملى الغرفة دي كلها ايه اللي حصل؟ الغرفة دي كده بقت مليانة بنزين كلها بالشكل اللي احنا شايفينه. طب تعالوا نشوف انف الكامة هتدور معايا، فاذا انف الكامة دي هتطلع هنا فوق، اذا الجزء الضعيف ده هو اللي هيجي هنا عند دراع الترومبة. فايه اللي يحصل؟ الترومبة دي تنزل لاسفل، معناها ان ده هيطلع لفوق. هيطلع لفوق ليه؟ لان السوستة او الياي اللي هنا هترفع الساق مع الردخ لفين؟ لفوق، نتيجة لان الكامة ما عادتش مقصرة معايا وقوة الياي اعلى من الدراع فترفع الجلدة بتاعت الرداخ الى اعلى. طب لما نيجي نرفع الرداخ لاعلى هيزنق او هيقلل الحجم هنا، لما يقلل الحجم يزيد الضغط. قوانين طبيعة، قوانين بويل وشار، قوانين طبيعة ربنا اللي خلق الموضوع ده، ان لما الحجم يقل الضغط يزيد. طب لما نزود الضغط هنا ايه اللي هيحصل؟ تعالوا نشوف البنزين عايز يخرج، ما هو ما بينضغطش، اي سائل مش هينضغط، فالبنزين عايز يخرج يجي جاي على الصمام بتاع الدخول، يقوم جاي يزقه لفوق يرفعه الاعلى. فلما يرفعه الاعلى يعمل ايه؟ طبعا الياي اللي هنا اصلا رفعه اساسا، ويجي البنزين كمان يرفع معاه يقوم يخليه يقفل على القاعدة بتاعته زيادة. اذا صمام الدخول لما نيجي نعمل عملية طرد، يعني الرداخ ده يطلع لفوق كده، معناه ان البنزين هو كمان عايز يطلع لفوق، فيجي جاي على الصمام ده رفعه لفوق يقفله زيادة، يمنع خروج البنزين من فتحة الدخول نهائي. لكن تعال نشوف بقى، ما هو الضغط لما هيزيد هيزيد في الجهتين. عفوا، فنيجي نلاقي ان البنزين راح على صمام الطرد يجي يزقه او يدفعه الاعلى هيندفع معاه. ليه؟ لان قوة طرد الوقود او الضغط بتاع الوقود اعلى من انفراد الياي او ضغط الياي، فيقوم رافع الصمام ده الاعلى. لما نرفع الصمام ده الاعلى ايه اللي يحصل؟ البنزين يبدأ يخرج ويملى الغرفة بتاعتي دي ويكمل ويروح للكربراتير ويكمل الدايرة بتاعتي. إذن جلدة الرداخ كل اللي هتعمله ان هي صعود ونزول، صعود ونزول او سحب وطرد، سحب وطرد طول الوقت، طول ما عمود الكامات داير الانف دي. لما تيجي هنا بالشكل ده تسحب الساق دي الاعلى لاسفل، فتسحب الرداخ معايا الاسفل، يبقى بتعمل عملية سحب. لما تأثير الكامة يزول الياي هينفرد فيرفع الرداخ لفين؟ لاعلى. لما الرداخ يطلع لأعلى يقوم يعمل عملية الطرد. تعالوا نبص عليها بقى على الترومبة نفسها، وناخد نوع من أنواع الترومبات اللي معانا النهاردة، وعاملين فيه قطاع عشان يبان الأجزاء الداخلية اللي جوه الترومبة. ونتمنى أن طلابنا بتوع التعليم الفني لو عنده ترومبات قديمة يبدأ يعمل حاجات زي كده، بحيث أن احنا نستفيد ونقدر يعني ده خريج تعليم فني اللي عامل القطاعات، يعني ده بين هو قد ايه فاهم الدوره بتاعه الوقود بتاعتي عامله ازاي. طيب تعالوا نبص على المكونات. ده الدراع اهو، ده الدراع بتاع الترومبه، تمام. هنا محور الارتكاز في النص بالظبط اهو، لو شفناه هنلاقي ان البنز باين معايا، يا رب يكون باين معاك اهو، البنز اهو اللي هو معدي من الدراع علشان الدراع يتحرك حوالين منه. يعني انا لو ضغطت الدراع هنا من الناحية التانية هيمشي الايه؟ العكس، زي القلم. لو احنا خدنا القلم كده هنلاقي ان القلم من الناحية التانية مشى العكس، تمام. اذا ده البنز او محور الارتكاز اللي احنا كنا شايفينه من شوية راكب في الجسم نفسه اللي هيركب هنا كده، تمام يا شباب. طيب ده البنز خلاص، وده الدراع. هنبص عليه من الناحية التانية هنلاقي الدراع اهو، تمام يا شباب. وهنلاقي الساق اللي كانت بتشد الرداخ اهو، ده الساق اهو، ودي الياي اللي هترجع الرداخ تاني لفوق. ولو بصينا على الرداخ هنلاقي جلد اهو، طبقه جلد اهي، يا رب تكون ظاهره معاكم كده اهي، ده جلد وبعدين معدن اهو، وبعدين لو بصينا من الناحيه التانية هنلاقي معدن وجلده الرداخ اهي، الثلاث طبقات اللي اتكلمنا عليها. يبقى معدن وبعدين جلدة الرداخ مصنوع من المطاط وبعدين معدن في الناحية التانية. ده ليه؟ علشان لو احنا ركبنا الساق وبدأنا نشد من جلدة الرداخ نفسها هنقطعها،
فاحنا بنعمل المعدن ده عشان نحمي الرداخ ويعيش معايا والطرمبه تعيش معايا مده طويله. طيب وقلنا ان دي ده الياي اللي هيرفع الرداخ لفين؟ لاعلى تاني بعد عمليه السحب. تعالوا نبص هنا هنلاقي ان انا عندي صمام سحب ده وصمام ايه؟ طرد ده اهو بيتحرك معايا، يا رب يكون باين معاك. هنلاقي القاعده بتاعت الصمام اهو شايفينه يا شباب بيتحرك معايا اهو، وده بتاع عمليه الايه؟ بتاع السحب اهو بيتحرك معايا، باين معاكم كده في الصوره اهو يا شباب. هنلاقي ان انا لو عملت عمليه السحب الصمام ده هيبدا يتحرك معايا الى اسفل ضد مين؟ ضد الياي اللي ورا منه اللي بيمنعه ان هو ينزل لاسفل. هينزل لاسفل امتى؟ لما الرداخ يعمل شوط سحب. فانا هضغط على الدراع ده كده، نضغط عليه هنبص نلاقي الصوره باينه معانا، شايفين الرداخ بيتحرك معايا اهو اهو يا شباب. احنا كل اللي هنعمله ان احنا هنضغط على الطرمبه بالشكل ده، هنبص على جلده الرداخ اهي هنلاقيها بتتحرك معايا، شايفين؟ هي الحركه البسيطه ده اهي، بتعبي وتطرد، تعبي وتطرد. فهو عمل عمليه او عمل شوط سحب فنزل لاسفل. بصوا انا كده سحبت الساق ده لاسفل. تعالوا نسيبه اهو، هنلاقي ان الياي رفعه تاني او رفع جلده الرداخ. تعالوا نعمل عمليه سحب اهي اهو، نسيب نبص نلاقي ان الياي فرد تاني فعمل عمليه الطرد او عمل دفع جلده الرداخ لاعلى تاني علشان يعمل عمليه طرد. فاحنا لما نعمل عمليه سحب هنلاقي ان الصمام ده لازم ينزل. طبعا لو دي مقفوله احنا عاملين قطاع ده، لو دي مقفوله فالشفط اللي حاصل قوه الشفط هتكون اعلى من قوه الياي، فيسحب الياي بتاعي ده الاسفل اللي هو بتاع السحب، هيسحبه الاسفل اهو بيتحرك معايا. لو احنا شايفين، لو الصوره واضحه معاكم هنلاقي ان ده بيتحرك معايا الى اسفل كده الصمام ده، فهيسحب بنزين منين؟ من هنا، يملى الغرفه دي كلها. ده الحاجز اللي بين الغرفتين عشان يمنع البنزين. ما هو لو الاثنين دول اتصلوا ببعض خلاص هتعمل عمليه شفط، مش هتعرف تعمل عمليه طرد خلاص، فالترومبه في الحاله دي مش هتشتغل. فمالينا الغرفه اللي هنا دي كلها اللي هي الصغيره اللي تحت ده اهي. لما نعمل بصوا هنا، بصوا يا شباب في المسافه ما بين جلده الرداخ والمسافه اللي انا هنزلها دلوقتي. تعالوا نبص ونشوف اهو، انا عايزك تبص على المسافه او الغرفه دي لو هي واضحه معاك كده اهو. نعمل عمليه شوط سحب هنلاقي ان المسافه صغيره جدا اللي احنا بنتحركها اهي. هنملى الغرفه اللي هنا دي نملاها بنزين. لما نعمل عمليه السحب الصمام ده هينزل لاسفل ضد الياي فيملى دي بنزين، وبعدين السوسته اللي هنا دي ترجع الرداخ لاعلى تاني، يعني الياي ده ينفرد فيرجع الرداخ لفوق تاني فيعمل ايه؟ فيعمل عمليه الطرد. طب ده طبعا لما نيجي نزقه لفوق هيقفل زياده، لكن لما نيجي نزق الصمام التاني اللي هنا ده لفوق هنلاقيه بيطلع معانا ضد الياي. حركته باينه معايا اهي، ضد الياي بتاعه حركته باينه تمام، بيبدا يتحرك معايا ضد الياي تمام، يقوم يطلع يملى الغرفة دي كلها بنزين ويطلع من الفتحة دي يكمل يروح للكربراتير بتاعي. اذا عملنا عملية السحب والطرد من خلال الرداغ بتاعي. طيب لقينا الترومبات دي فيها مشاكل، طبعا الترومبة اللي قدام مني دي زي ما احنا شايفين كده مقفولة ومتبرشمة، معناها ان لو الترومبة دي حصل فيها اي خلل مفيش حاجة بتتغير فيها، الترومبة كلها بتتغير. طيب تعالوا بقى نركب الترومبة في المحرك بتاعي. طبعا الترومبه هنا بتركب على جنب المكنه، قلنا بتكون قريبه من عمود الكامات عشان الكامه اللامركزيه هتاثر معايا هنا. بيكون هنا في جوان، والجوان ده جوان حراري، ما ينفعش اجيب او اعمل جوان عادي من الورق اللي احنا طبعا احنا عارفين ازاي نعمل جوانات لبعض الحاجات لما ما اكونش لاقي عندي من ورق مقوى كده بنقطعه عندنا في الورشه بنعمله احنا بايدينا ونركب. هل ده ينفع هنا؟ ما ينفعش. ليه؟ لان الجوان اللي بيركب هنا طبعا بيبقى ليه سيكنس او عرض معين عشان الدراع ده يكون واصل بالكامه. الحاجه الثانيه ان هو بيمنع
وصول الحرارة، طبعا دي بيبقى راكب في وش السلندر في رأس المحرك، فدرجة حرارته مرتفعة، فدرجة حرارة لو المرتفعة دي وصلت للبنزين ده هيعرض طبعا بيعمل تمدد للبنزين وممكن يعرضنا لمشاكل تانية كمان كتيرة، ويؤدي لضعف أداء أو أداء الترمبة هيقل، وممكن يعرض السيارة بتاعتي أو المحرك بتاعي للخطر. فاحنا بنحط هنا مانع حراري، أو الجوان اللي بيكون راكب هنا يا شباب مش أي جوان اللي هيركب هنا، لازم تجيب اللي الشركة قايلة عليه، وقلنا إن بيكون ليه سيكنس أو ليه عرض معين، وكمان فايدته إن هو بيمنع انتقال الحرارة من جسم المحرك للطرمبة نفسها. فاضل كمان نقطة مهمة جدا جدا عندي هنا في الطرمبة ديت، اللي هو الأولسييد أو مانع التسرب اللي عندي ده. ده هوت مهمته، شايفينه ده يا شباب اللي باللون الاسود اللي هنا ده اللي تحت الياي بالظبط، ده هنا طبعا بيكون متصل بالمحرك، معنى كده ان هنا بيكون فيه ايه؟ زيت. الزيت اللي هنا بيطلع معايا على العمود عشان يعمل تزييت للساق نفسه، يعمل عملية، شايفين الحركة دي؟ احنا عايزين نزيت الجزء ده. طيب لو الزيت ده دخل الغرفة هنا، لو دخل الغرفة عندي هنا، أو البنزين اللي هنا جلدة الرداخ اتخرمت فبقت الغرفة دي كلها بنزين، ده معناه إن البنزين هيمر، لو الأولسيد ده اتخرم أو حصل فيه أي عطل، معناه إن البنزين هيدخل من هنا، مانع التسرب اللي هنا مش موجود أو في أي خلل، فالبنزين هينزل على مين؟ على الزيت. فمعناه إن لو البنزين دخل على الزيت اللي موجود عندي في المحرك فهيغير الخواص الكيميائية بتاعته، فهيعمل لي مشكلة، هيعمل لي مشكلة للزيت، وهيخلي المحرك بتاعي الأداء بتاعه طبعا هيقل، وممكن نحتاج نعمل عمرة كاملة بسبب إن البنزين دخل على الزيت لأنه بيفقده الخواص بتاعته، فمش هيأدي دوره بالشكل السليم. فإذا ده بيمنع إن الزيت إن البنزين لو حصل هنا أي تفريغ أو أي خلل، البنزين اللي هيدخل في الغرفة هنا هيمنعه إن هو ينزل تحت، وكمان بيمنع الزيت ان هو يدخل الغرفة بتاعتي دي. ولو دخل هنا بنزين طبعا الترومبة بتاعتي في الحالة دي مش هتشتغل، لان هيبقى هنا في كمية بنزين كتير عايزة تتصرف عشان اسحبها لتحت، فدي هتعمل لي زي مصد، واحنا عارفين ان السوائل لا تنضغط، فهيعمل لي زي مصد ويعمل لي مشكلة، والترومبة بتاعتي في الحالة دي مش هتشتغل. عشان نبقى فاهمين الحاجات البسيطة اللي موجودة داخل الترومبة، كل حاجة موجودة داخل الترومبة لها دور، فمهم جدا ان انا اتأكد ان هي بتعمل بشكل سليم ومفيش تسريب، وتسريب الحبك لو الصمامات بتاعتي اللي احنا طبعا احنا عندنا اختبار اللي هو اختبار تسريب الصمامات، لو الصمام بتاعي ده مش قافل على الفتحة بتاعته كويس، وانا عمال اعمل عملية طرد او بعمل عملية سحب، فهو هيسحب بنزين من هنا، هيسمح وانا بعمل عملية طرد وهو مش قافل على الفتحة بتاعته كويس، فالبنزين المفروض يخرج من هنا هيخرج من هنا جزء ويخرج من هنا جزء، وبالتالي كمية البنزين اللي طالعة من هنا او كمية التصريف اللي طالعة من الترومبة في الحالة دي مش هتكون بالقيمة المطلوبة، وبالتالي عزم المحرك بتاعي هيقل. تمام يا شباب، ده شكل الترومبة بتاعتي، ده نوع من انواع الترومبات، وقلنا ان الترومبة دي مش هينفع ان احنا نعمل لها اي عملية اصلاح او صيانة، دي كلها هتتغير في مرة واحدة على طول في الحالة دي لو حصل فيها اي خلل، لو الياي ده اتكسر، لو الجلدة اتخرمت، لو اي شيء حصل داخل الترومبة دي مش هقدر اعمل لها اي شيء غير ان انا اغير الترومبة بتاعتي بشكل كامل. وقلنا ان الترومبة من الاجزاء المهمة والاساسية جداً في دورة الوقود بتاعتنا زي ما احنا شايفين على الشاشة بتاعتنا، وعندي ترومبات بشكل تاني لكن هنتكلم عليها ان شاء الله اذا الحلقة بتاعتنا كفتنا، او نتكلم عنها في حلقة تانية، لكن كان مهم جدا نعرف ان الحلقة بتاعت ان ترومبة البنزين الموجودة من الحاجات الاساسية او من المكونات الاساسية المهمة جدا في دورة الوقود بتاعي، في دورة الوقود بتاعتنا. زي ما احنا شايفين نعيد شغلها تاني، احنا شفناها على الطبيعة هنشوفها برضو على الرسمة، رغم ان احنا شرحناها نشرحها تاني. انا عندي كاملة مركزية راكبة على عمود الكامات،
الانف بتاع الكامه او الجزء الزايد اللي احنا شايفينه على الكامه ده هيأثر على الدراع عشان يحرك الرداغ ده. طبعا الدراع ليه محور ارتكاز واحنا شفناه، عشان الجزء الثاني بيوصل بينزل لاسفل فبيسحب معايا الساق. شرحنا الطلمبة على الرسم وشرحناها على الطبيعة زي ما احنا شفنا في القطاع في نهاية الحلقة. بتمنى ان انا اكون قدرت اوصل المعلومة بشكل سهل وبسيط. بشكركم في نهاية الحلقة، دمتم في رعاية الله وأمانته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.